السلام عليكم. اجي تفهم المشكل اللي وقع دابا في سي اش بنك واللي خلى الزبناء ديال هاد البنك يخافوا على فلوسهم، وكاين اللي سد الحساب ديالو بمره، حيت بزاف ديال الناس حطوا شكايات كثيره كيتهموا فيها هاد الوكاله باللي فلوسهم مشات لهم من الحساب. وهذا الشيء علاش درت فيديو اليوم، باش نوريكم كيفاش تجنبوا هاد المشاكل وتكونوا مطمئنين 100% على الحسابات ديالكم باللي ما غادي يوقع فيها حتى شي مشكل، وبالتالي فلوسكم ما غاديش يمشيو لكم. واولا قبل ما نهضروا على هذا البنك سياش، بغيت نقول لكم باللي انا ما عندي حتى شي مصلحه باش نشكر ولا ما نشكرش هذا البنك، فقط عندي حساب معهم، ومن خلال التجربه ديالي المتواضعه كنأكد لكم باللي عمر شي مشكل ما وقع ليا معهم الحمد لله. ولكن هذا ما كيعنيش باللي هذا البنك ما عندها حتى شي مشكل، فقط هو رأي شخصي انطلاقا من تجربه شخصيه ديالي، واللي بزاف ديال الناس غادي يوافقوني في هذا الرأي. وهذا الشيء علاش اليوم جيت باش نعرفوا المشكل فين كاين، ونحاول نعطي نصائح للمتابعين ديالي الاوفياء باش يتجنبوا اي مشكل لا قدر الله اللي يقدر يسبب لهم خطر على الحساب ديالهم. فمن بعد واحد البحث بسيط قمت به، لقيت باللي تقريبا 90% من الناس اللي عندهم مشاكل مع هاد الوكاله كيستخدموا البطاقات ديالهم البنكيه للشراء من مواقع داخل المغرب وخارجه، وهنا كيتعرضوا لحسابات ديالهم للاختراق بدون العلم ديالهم. والحل اللي لقيت لكم هو بطاقه اي شوبين. غنعرفكم على هاد البطاقه، اولا المميزات، ثم ثمن البطاقه، والاهم كيفاش غتحمي لينا هذه البطاقه الحساب ديالنا من الاختراق. وفي الختام غنوريكم كذلك كيفاش نطلبوا هذه البطاقه من المنزل ديالنا بلا ما نحتاجوا نمشيو حتى للبنك. فكيف كيعرف الجميع، سي اش بنك عندها بزاف ديال الانواع ديال الحسابات، وكذلك بزاف ديال البطاقات البنكيه حسب المتطلبات ديال كل زبون. وباش ما نطولش الفيديو، بالنسبه للناس اللي بغي يعرفوا بعض المعلومات على سي اش بنك، الحسابات اللي كتقدمها، الخدمات والمميزات نتاع سي اش بنك ونتاع بزاف ديال الابناك الاخرى، غادي نخلي لكم قائمه ديال الابناك اللي في القناه ديالنا ديجا شرحناهم، غنخلي لكم الرابط ديالها في وصف هذا الفيديو. غتلقاو بزاف ديال الفيديوهات، يمكن لكم تختاروا اي فيديو حبيتو، غتلقاو فيه واحد الشرح اللي هو بسيط وغني بالمعلومات. فمثلا عندنا بطاقه ماستر كارد كود 30 الغنية عن كل تعريف، واللي هي بطاقة مجانية للشباب أقل من 30 سنة اللي كتقدمها لنا سي اش بنك. من المميزات ديالها هو سحب من الكيشي أوتوماتيك، الدفع في المحلات الخاصة تي بي او، وكذلك التسوق عبر الانترنت. ولكن المشكل هو أن المبلغ اللي عندكم في الحساب كيكون متاح للسحب بهذه البطاقة وما تقدروش تحكموا فيه، وهذا من بين أهم الأسباب اللي كتخلي الحسابات ديالنا يتخترقوا من جهات اجنبيه وحنا ماسقين الدنيا اخبار. اما بالنسبه للبطاقه اللي بغيتكم تاخذوها هي بطاقه فيزا اي شوبين. هذه بطاقه ريشارجابل كتشارجا من الحساب ديالنا، بمعنى عندنا حساب فيه 1000 درهم وحنا بغينا نشريو من الانترنت شي منتوج فيه 100 درهم، كنقدروا نشارجيو عن طريق سياش اونلاين ولا عن طريق التطبيق اللي كيكون عندنا في التليفون ديالنا، كنديروا ريشارج كارت بريبيي، وكتبقى عندنا هاد 100 درهم في البطاقه نشري بها اي وقت بغينا وبلا ما نحتاجو لتفعيل الدوتاسيون والمصاريف الاضافيه الاخرى. كتكون ديما هاد لاكارت مفعله باغ ديفو، يعني ما تحتاج تفعل الدوتاسيون كل مره، وحتى لا قدر الله وتخترقت لك هاد البطاقه كتمشي فقط ديك 100 درهم اللي شارجيتي فيها، والحساب كيكون محمي 100% لان المعلومات ديال هاد البطاقه معزوله على الحساب ديالنا. وبالنسبه لثمن هذه البطاقه هو 66 درهم للسنه، ومده الصلاحيه 3 سنوات. وهذه البطاقه ما يمكنش لينا نخرج بها الفلوس من الكيشي اوتوماتيك، يعني خاصه بالشراء من الانترنت فقط، وهذا هو الشيء الجميل في هذه البطاقه. وبالنسبه للناس اللي بغا تاخذ اي شوبين وما عرفاتش كيفاش دير، فالطريقه سهله، اما تمشيو للاجونس لا ما كانش عندكم مع الانترنت وما انستالينش التطبيق ديال سي اش بنك. اما في الحاله اللي غنشرح لكم دابا فراه ما تحتاجوا حتى شي حاجه، اي فوا يكون عندكم تطبيق خدام في الهاتف ديالكم ما عليكم سوى دخلوا ليه. من بعد كتطلع لكم الواجهه على هذا الشكل هذا، هنا لتحت كنلقاو سوسكريبسيون او برودوي اي سيرفيس، يعني تسجيل في المنتجات والخدمات الجديده. ملي كندخلوا لها كنلقاو ديكوفرير نو برودوي بانكير، كنلقاو الفوق كارت بانكير هي اللي كتهمنا، وتحت منها كوموندي اون كارت اي شوبين فيرتويال.
بالنسبة لهذا البطاقة فهي فيرتويال، يعني كيصيفطوا لينا المعلومات ديالها وما كناخذوش البطاقة في يدينا. وهنا ملي كندخلوا كيطلعوا لنا لي زافونتاج نتاع هذه البطاقه. كيف قلت لكم سابقا الشوبين راها فيرتويال، يعني كنخدموا غير بالمعلومات ديالها، اما هي ما صالحه لينا لوالو. الا بغيتوا تاخذوها باش تكون عندكم بلا ما تبقاو كل مره تدخلوا للتطبيق باش تاخذوا المعلومات ديالها، يمكن لكم تمشيوا للوكاله اللي قريبه لكم غيعطيوها لكم بلا شي مصاريف اضافيه. ولكن انا كنصحكم تاخذوا المعلومات من التطبيق بلا ما تخدموا بالبطاقه، لانها تقدر تطيح لكم ويلقاش حد ويستعمل لكم هذه المعلومات. هنا غنذكروا بعض المميزات ديال البطاقه. هنا تقدروا تشريوا بها من المتاجر العالميه اللي كتدعم فيزا، وكذلك تقدروا تشارجيوها اونلاين وتخدموا بها في نفس الوقت. ثم تقدروا تعرفوا السول ديال البطاقه مباشره عن طريق تطبيق سياش موبيل، والجميل هو انه كتوصلوا بالمعلومات ديال اي عمليه مباشره من بعد اي شراء، وكتدعم الحماية الثلاثية كذلك، يعني ما كتدوز العملية حتى كيصيفطوا لكم واحد الكود تكونفيرميو في الهاتف ديالكم باللي فعلا نتوما اللي قمتوا بهذه العملية. وبالنسبة للحد الأقصى اللي تقدروا تخدموا به في هذه البطاقة هو 15000 درهم، يعني الدوتاسيون ديالكم السنوية كلها. بالنسبة للبطاقة صالحة لمدة 3 سنوات كذكرنا سابقا، والثمن ديالها هو 66 درهم. وهنا ملي كنطلبوها اوتوماتيكمون كطلع لينا هنا في ميكارت. كنجيو هنا كندخلوا الميكارت كنلقاو لاكارت الاصليه ديالنا، كنسحبوا من اليمين لليسار كطلع لنا بطاقه اي شوبين المعلومات ديالها. كيف كتشوفوا الا بغينا نشوفوا المعلومات ديالها باش نخدموا بهم كنلقاو هنا واحد افيشي لي زانفورماسيون دو لاكارت، كنكليكيو عليها كيطلعوا لي جميع المعلومات الخاصه بالبطاقه، الرقم بالكامل، دات ديكسبيراسيون، وكذلك رقم الحمايه ديالنا. الا بغينا نشريو من شي موقع كندخلوا هاد المعلومات. هنا بالنسبه لهاد الخانه نتاع بلوكاج، الا ساليتي الاستعمال ديالك من هاد البطاقه كدير ديبلوكي باش حتى الا جا شي واحد وبغى يشري بهاد البطاقه ديالك ما يقدرش يشري، لانها بحال قلتي مبلوكيا، وبالتالي هذه حمايه اضافيه للبطاقه ديالنا. بالنسبه للسولد كيطلع لينا هنا شحال السولد اللي عندنا ديسپونيبل، يعني اللي نقدروا نخدموا به. وهادو هما المعلومات اللي حبيت نشارك معكم اخوتي. وصلنا لنهايه الفيديو، الا كان عندكم شي تساؤل اولا واجهتوا شي مشكل في هذا الشيء اللي شرحت في هذا الفيديو حطوا لي في التعليق الخاصه بهذا الفيديو، ان شاء الله غنجاوبكم عليه واحد بواحد. والا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش تعم بالافاده. والا كنت خويا اختي هذه هي اول زياره للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا اول باول.